مش عامله حساب اوعي مواليد، ما فيش، انا لسه في الشهر الثالث، ما توقعتش ان الحرب تمد هالطول هذا كله، يعني اوصل التاسع وانا لسه في حرب. يعني هي دارنا راحت الساعه 9:10 وهي دار اختي كمان راح، فيش منطقه في غزه كلها هي امان. كفيش اعطونا نت تنوى ويريحونا ولا نضلنا في العذاب اللي احنا فيه، حرام عليهم. هيك وين نروح؟ على المدارس؟ المدارس مليانه بتنغلنا. لا لله لا لله، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. فيش حياه هالقيت، الموت اريح هالقيت، احنا بنمشي الطريق بتمنى اموت قبل ما اصل. Thank you.